تم ضبط الأمور من أجل بدء مغامرة تيسمسيلت بدوار طرباجة بلدية تولد بسام في صباح الجمعة، أين كان لنا لقاء مع جمع كبير من المتطوعين الذين حضروا من أجل إزالة الغطاء البالي عن حالة المنزل وإعادة الروح من جديد وإعادة البسمة للعائلة ولليتامى. بروح قوية وتضامنية يبدأ العد التنازلي لإطلاق صافرة البداية. ناس تيسمسيلت، ناس طرباجة، ناس ولاد بسام، مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندنا. شاءت الصدف أنه جينا لهاد القرية ولا الدوار المضياف، عائلة تصلت بنا إغاثة، نداء، طلب لوجه الله. كي تبحث وتسأل نفسك علاش ربي الرزاق بعتني لهاد العائلة، علاش ربي سخر كل واحد فيكم محب للخير وجابكم اليوم، علاش ربي كتب أنه نعاونوا اليوم هذه العائلة وما نعرفوش خير من ربي. كي تبحث وتسأل نفسك، جميع واحد يعرف السي علي يفهم أنه ربي رزقه لأنه تكفل بالأيتام. احنا جينا عنده لقينا عنده 3 أيتام، لا أب ولا أم. تمسح راس يتيم صدقة، وما بالك تفرحوا. اللي كاتبها ربي في الجبين ما يغيروها اليدين. وحاجة واحدة تقولها كل واحد فيكم، ماسون ولا بلاكيست ولا كارلور ولا مانوفري ولا مام ترونسبور مام إلكتريسيان ولا كامل راكم هنا، علاش ربي خيركم انتوما باش تعاونوا هاد العائلة؟ شحال كاين من ماسون في تيسمسيلت وشحال كاين من ماسون في الجزائر؟ ألوف وألوف. علاش ربي خيرك انت صاحبي ماسون؟ انت علاش خيرك ربي انت؟ لانه ربي يحبك. علاش ربي سخركم كلكم انتوما؟ لانه ربي يحبكم. هذه القناعه ديالي. خالد ورا خالد، اروح خالد. يا جماعه الخير، العمل الخيري لابد انه يكون فيه العراقيل، لو كان ما يكونش العراقيل والانتقاد ما يكونش فيه التشجيع وما يكونش فيه يعني الروح المبادرة في العمل الخيري. تشهدوا أمام الله ويحاسبكم ربي، أمام الله والدنيا قصيرة، أنه سي علي متكفل بأيتام ولا ما تشهدوش؟ يا جماعة الخير، العمل الخيري صار له كي الشمس، عمره ولا يتغطى بالغربان. عندنا مهمة، هذه المهمة ربانية، الرب سبحانه عز وجل سخرنا باش نقوموا بهذه المهمة الربانية. لازم نكونوا صوت واحد، قلب واحد، رجل واحد. مازال كاين الخير في بلادنا، مازال كاين الخير في بلادنا. الله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا 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 سي خالد.